بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله، وأسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم وأعمالكم الصالحة بفضله وبمنه وببركة محمد وآل محمد. من الشخصيات التي رخص لها الإفطار في نهار شهر رمضان، كما ذكرنا هنالك شخصيات يجوز لها الإفطار كالشيخ والشيخة كذي العطاش مثلا، كذلك بالنسبة إلى المرأة الحاملة المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر بجنينها. في بعض الأحيان تكون المرأة الحاملة المقرب ممن يضر بها الصوم في بعض الأحيان، إذا كانت تتمكن من الصيام لا إشكال في ذلك، ولكن لو كان الصوم يضر بها الحامل المقرب، أقصد بالمقرب التي اقترب وضع ولادتها، كأن تكون مثلا في الشهر التاسع مقرب، كذلك في الشهر الثامن أيضا مقرب على سبيل المثال، فلو كان الصوم ضارا بها أو بولدها بجنينها، هذا مما رخص هذه المرأة ممن رخص لها الإفطار في نهار شهر رمضان. كما نعلم أن تشريعات الله سبحانه وتعالى يريد الله بنا اليسر، ما جعل علينا في الدين من حرج، فإذن إذا كان في صيامها حرج ومشقة وضرر سواء بالنسبة إليها أو لجنينها، هنا في هذه الحالة رخص لها الإفطار. طبعا بعد أن تضع بالسلامة هنا يجب عليها القضاء، بعد أن تقوم بالسلامة يجب عليها القضاء. كذلك بالنسبة إلى المرأة المرضع القليلة اللبن، أيضا وردت عندنا في الشريعة الإسلامية رخصة في الإفطار. خلنا نفترض مثلا امرأة مرضع وتقول أنا قليلة لبن، إذا صمت انقطع لبني بالتالي سوف يصاب ولدي بحرج بضرر. طبعا أيضا هنا مورد حرج مورد ضرر، فيطبق عليها الحكم الشرعي وهي ممن رخص لها الإفطار، المرضع القليلة اللبن إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بولدها بالتالي يرخص لها ماذا؟ يرخص لها الإفطار. وإذا أفطرت هذه المرأة يجب عليها أن تقضي بعد ذلك، يعني بعد أن يكبر ولدها أو تضع جنينها بالسلامة يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصيام، وهذا أمر واضح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل إن شاء الله منا ومنكم صيامكم وقيامكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.